هل كانت الكتب ممنوعة في مدينتك؟ مضت أشهر وأنت هنا في المكتبة. وهل تجد مثل مكتبة هذه المدرسة في كل مكان؟ أو تقرأ الفقه الأكبر؟ إذ يوجد جواب أكيد لأي مشكلة في كتاب الإمام العظيم. لاحظت معلومات غريبة، لم يقم بذكر الأحاديث وروايتها فقط، بل قام بتفسير المعنى أمامنا أيضا، حتى إنه لم يكف عن ذكر الأحاديث غير الصحيحة عن نبينا الكريم، بل قام بذكر فتوى معاكسة لروايتهم أيضا، كائنا من كان راوي هذه الأحاديث. على الأغلب لم ترجع إلى قونيا لتمضية الوقت في مكتبة المدرسة، فما سبب عودتك وما هو مطلبك يا ترى؟ نحن ننتظر منذ أشهر يا سيد فوزي، عينت في وظيفتي من قبل حضرة القاضي الترمذي، لكن الآن أصبح العمل بيد حضرة عز الدين الأرموي. لقد أرسلت طلبي، وعندما أسألهم عنه يقولون إنه مشغول. لماذا تتعبين نفسك يا أختي؟ أي تعب هذا؟ لقد اعتاد علي عندما يراني ينظر إلى يدي. إنه يطيع لأن وثاقه مربوط، إذا قصرتم في وضع الطعام له سيرحل من جديد. لن يذهب إلى أي مكان. آخر مرة هرب فيها وجده السيد يونس وأحضره، وهي آخر مرة، ومنذ ذلك اليوم لم يخطو أي خطوة خارج التكية. إذا سمحتِ فشيخنا ينتظرني.
لو لم آتي إليك لأخرجك رغما عنك لما كنت لتخطي خطوة إلى الخارج. شرحت لك يا كيرا، ليست لدي رغبة في الخروج والتنزه ولا حتى في حفظ الدروس. أنا أعرف ما هو سبب ذلك. ما السبب؟ قولي لي لكي أعرف السبب أيضا. تسألين وتسألين وإذا تكلمت تغضبين. هيا قولي، لن أغضب. لابد أنك لاحظتي حالك تبدلت بعد رحيل يونس. ما علاقة هذا برحيله؟ يقولون إن الجدران لها آذان. لا أريد النميمة. ما نقوله لا يعد نميمة على الإطلاق. ما هذا الهراء؟ هذا الكلام معيب جدا. وأين العيب؟ وهل من المعيب عند الأتراك أن نحب؟ لماذا سميته هكذا؟ ما هذا إذن؟ أممنوع أن تتزوج ابنة الشيخ من مريده؟ لماذا تتعبين نفسك معي يا كيرا؟ ليس هذا وقته. هل الزواج ممنوع في دينكم كونك عزباء إلى الآن؟ لو وقعت في حب أحدهم مثلك لما رفضته. ها قد عدنا إلى النميمة يا كيرا. ألم أقول لك إن الجدران لها آذان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أتساءل وإن تذكرتني. أولست من أكساراي؟ انتظر لحظة، هل أنت ضابط؟ تريد التعيين؟ كنت قاضي نالليهان يا سيدي منذ أقل من 3 أشهر وأنا آتي إليك. تظن نفسك وحيداً؟ يأتون إلي من أطراف البلاد الأربع. من يريد أن يتعين قاضياً فلينتظر دوره، والله شاهد علي. لا تنظر إلى تقصيرنا. أستغفر الله، راجعتك من أجل العودة إلى وظيفتي. أعلم أعلم، لكن سيدي رئيس القضاة مشغول. أنتظر الرد منذ 3 أشهر يا سيدي. تقول لي انتظر لأنه مشغول، لكن لم أعد أطيق الانتظار أكثر. أجل معك حق، لكن الختم ليس معي. هل أنتظر أم أدخل إليه؟ انتظر قليلا. غداً سيصدر القرار يا سيد يونس. هل سأعود إلى منصبي؟ أم سأعين في وظيفة أخرى؟ من الأفضل أن نقول إنه موضوع عودتك. يجب أن يعيدك إلى منصبك ولا يترك أمثالك عاطلين. غيرك لديه الحالة نفسها. Thank you.
الحسن موجود؟ ليس هنا، أنا أخوه سيدتي واسمي هو جومشتكين. ماذا حصل للسيد حسني؟ يهتم بالحقل والمراعي. من الآن فصاعداً أنا سأهتم بالدكان. الطبيب مايكل يريد بعض القيصوم الألفي وأيضاً جذور السوس. أراد أيضاً بابونجاً مجففاً. يريد بابونجاً مجففاً، بابونجاً أصفر. أنا ابنة الطبيب. تفضلي. قاسم، فلتعطي أنت درس المجلس للدراويش. علينا الالتزام بالجلوس على الأقل في أثناء المجلس، فلنكن مستفيدين من الحقائق التي سنسمعها على ضوء كلام شيخنا، إذ أن تشتيت انتباهكم أمر مكروه. المرة الماضية تكلمنا في مجلسنا عن حالات بطلان الصلاة، هذه المرة سنتكلم قليلاً عن أحوال المسلمين. من هو المسلم؟ أولاً هو صاحب الشهادة، لكن ما الشيء الذي يميز المسلم غير هذا؟ لنقل إنك شاهدت مسلماً في السوق، من أين سنعرف أنه مسلم من غير أن تسأله؟ المسلم هو من لم يرى أي سوء منه، لا من يده ولا حتى من لسانه. إذا أردت التحدث فلنصمت نحن يا سيد جونجور. كيف حالك يا كرباش؟ هل أنت مرتاح إن شاء الله؟ هل كنت هنا يا أبي العزيز؟ هل ذهبت إلى الطبيب مايكل؟ لقد ذهبت يا أبي، قال لي إنني متشائمة قليلاً، هذا بسبب الموسم الذي نمر به. هل أعطاك علاجاً يا ابنتي؟ طلب مني أنا وكيرا أن نحضر بعض النباتات من العطار وغلى لي بعضاً منها مع المياه العذبة، وضعهم هنا. ترك كل شيء وراءه وذهب.
من هو يا أبي؟ يونس. انتظر قليلاً. لقد قام بختمها رئيس القضاة، وهي صالحة في كل أراضي السلاجقة. شكراً سيدي، جزاك الله خيراً. أتيت إليك البارحة من أجل وظيفتي. انتظر هنا. لكن سيد القاضي، افعل ما يشاء. وظيفة القاضي لا تعتمد على القناعة، وظيفة القاضي تعتمد على الكتب والبينات. أعتذر على المقاطعة سيدي، لقد جاء المستقيل يونس قاضنا لهان. دعه يدخل. ادخل إليه. يحدث إن حكمنا بحسب قناعاتنا. في تلك الحالة نضع العلم على الرفوف وننزل إلى ميدان السياسة. نحن نأخذ الرجل ونعلمه ونؤسسه في الشريعة والعدالة من قبل الأساتذة الكبار، من ثم نأخذه ونعينه قاضيا على مدينة ما ليحكم فيها. وهذا الجاهل ماذا يفعل؟ يطبق العدالة عن طريق السياسة في المكان الذي أرسل إليه. السياسة هي عمل الإدارة، يسخر عمله ليبحث عن تارك الصلاة ويأسف لانتشار الزنا وشرب الخمر، ثم يعترض لعدم وجود الوحدة والحياة. من المذنب في رأيك؟ هل هم المغول أم وزراء قونيا؟ ما شأنك أنت في هذا؟ هل أنت قاض أم وزير؟ إذا كنت قاضياً فقم بتطبيق الشريعة. ما شأنك بمن تسبب بالفوضى؟ كيف تطبق الشريعة يا ترى؟ تطبق بخدمة الإدارة؟ كل شيء مكتوب في كتب الحديث وفي الفقه وفي السيرة أيضاً، حتى إن كل شيء مذكور في القرآن الكريم. هذا هو الحال يا سيد سعيد، إن كان لديك أي طلب آخر فقل. جميعنا ندعو لك يا سيدي. غدا سوف أذهب إلى سيواس، هل تريد شيئا آخر مني؟ قلت لك مطلبي قبل قليل يا سيد سعيد، يكفي أن تقوم بعملك على أكمل وجه كما طلبنا منك. فلتسمح لي إذن يا سيدي. أهلا وسهلا بك يا سيد يونس. أهلا بك يا سيدي. قمت بمراجعتنا قبل 3 أشهر لكي تعود إلى وظيفتك،
صحيح يا سيدي. نقوم بتعيين طاقم القضاة ونغير أماكنهم بأمر خاص وسري من الوزير معين الدين بيرفانا بذاته. لأسباب عديدة ومختلفة نقوم بتعيينات جديدة عند وجود شواغر. ألم تعين قاضياً على نالي هان؟ صحيح. اسمع يا سيد يونس، لا مشكلة لدينا في إعادتك إلى عملك. تعال غدا إلى الكاتب لتعلم مكان تعيينك الجديد. جزاكم الله خيرا وكتب لكم الخير في أعمالكم. قلت إنك كنت قاضيا على نالي هان يا سيد، إذا لعلك تعرف. هل قابلت تبتوك إمري؟ فقد سمعت أنه شيخ طريقة هناك. أعرفه يا سيدي. هل له تأثير على الأهالي يا ترى؟ بالطبع يا سيدي. القاضي إلياس الذي عيناه حديثا يريد إذنا من قبلنا لكي يدخل ويفتش التكية. بما أنك كنت قاضيا في نالي هان فأردت سؤالك. تكلم أيها الكاتب. حسناً، إنه ينتظر أن يعود إلى عمله قاضياً على نالي هان. أجل تذكرته، جاء إلينا البارحة. ما كان اسمه؟ اسمه هو يونس، يونس. وماذا حدث له؟ لم يأتي لكي يتسلم كتاب عودته إلى عمله، مع أنه كان ينتظر عند بابنا من 3 أشهر. أنا أيضاً لم أفهم ما الخطب، فقد كان يأتي كل يوم إلى حضرتكم وبعد أن جاء الرد لم يأتي ليستلم. Thank you.
الكلام الذي يأتينا من الحق يدل الإنسان حتما إلى شيء واحد فقط. جد لنفسك مرآة، لكن ماذا ستفعل؟ أن تتصرف كما شئت، ولكن تلك المرآة ستريك الحقيقة دائما. لا تقل عن الخطأ صواب ولا للصواب أنه خطأ. إذا كان هناك تقصير فابحث في داخلك عنه. سيد يونس، أهلا بك. هل تريد شيئا؟ أريد أن أرى السيد القاضي. القاضي إلياس في الداخل. منذ عدة أشهر لم يقم شيخنا بإلقاء أي حديث علينا. حتى الأهالي يسألون يا أخي، ألم يأتي ليسألنا القرويون عندما ذهبنا من أجل المحصول؟ حتى أهل السوق يا أخوتي حديثهم الوحيد هو عن انقطاع شيخنا عن المجالس. ألا تلقي التحية علينا؟ لقد رجع يونس. القاضي يونس؟ وأين رأيته؟ في السوق. لماذا عدت؟ عاد يونس. القاضي يونس؟ أين رأيته؟ في السوق. أنت عرفتني، ولكنك تصرفت وكأنك لا تعرفني عندما كنت تتعقب الكلب.
سأشرح لك لاحقا، ليس هذا الوقت المناسب. تركت كل شيء من دون أن تعرف أين عينت، أليس كذلك؟ أريد منك خدمة يا سيدي. ماذا تقول يا يونس؟ دخلنا المدرسة معا ونحن أطفال، أنت صديق طفولة عزيز. سمعت أنك بدأت بالتحقيق حول الشيخ تابتو كامري. علمت من رئيس القضاة في قونيا. جيد، لكن قل لي ما شأنك أنت بتلك المسألة؟ أريد رؤية شيخنا، علي أن أخبره بأمر مهم جدا. المريد قاسم يريد مقابلتك. دعيه يدخل يا ابنتي. المعذرة يا شيخي. ابنتي، هيا لنطهو هذا البرغل. سمعت خبرا جديدا يا شيخي. سمعته من الساقي، كان عائدا من السوق. يعود، يعود. عاد القاضي يونس. يعود الساقي يونس إلينا، ويعود القاضي يونس أيضا. هل يوجد من يذهب ولا يعود يا قاسم؟ ركز في هذا وتأمل. القمر يعود، والشمس تعود، والنجوم تعود، والكواكب تعود، والمجرة تعود، السماء كلها تعود، كل شيء يعود، والعالم بأسره. ألا يعود يونس أيضا؟ لكنه لم يعد إلى تكيتنا، بل عاد إلى نالهان. نحن لم نقل إنه يعود إلى التكية، لقد قلنا يعود. انتظر، أنت سترجع ونحن سنرجع. نحن نظن أن تكيتنا فقط في نالهان يا قاسم. سوف أوكل إليك مهمة جديدة يا قاسم. تفضل بأمرك شيخي. هذا كلام غير مقبول، لا يمكن يا يونس. أنت تعرفه جيداً، كيف سأتخلى أنا عن تطبيق القانون؟ لم أقل إنني أعرفه، أكفله. سمعت أنك ذهبت إلى مجالسه وتتكلم وكأنك من مريديه. أنا وأنت شربنا معا من الإناء نفسه، من أجل خاطري يا إلياس
هذا عمل دولة يا يونس، كيف تجرؤ على قول هذا؟ ألم نكن في المدرسة نفسها ونفكر التفكير نفسه؟ أي حال هذا الذي وصلت إليه؟ ألم نكن نريد تطبيق الشريعة بحذافيرها؟ تعرف جيداً أن هذا ليس من عمل الشيوخ والسادة. ألم نكن نريد الدفاع عن حقوق الأهالي؟ ألم نكن نريد أن نكون قضاة صالحين للسلاجقة؟ قل لي إذن ما هو ذنبه؟ لماذا تضغط علي يا يونس؟ لو كنت مكاني لما قلت لي هذا. أيًا يكن فهو افتراء، كل ما قيل كذب. تقول لي إن هذا افتراء حتى من دون أن تعرف ما هو ذنبه؟ ألم يتأخر الوقت يا ابنتي؟ ما الذي تأخر يا أمي؟ أما قلت إنك ذاهبة إلى كيرا؟ لم أعد أرغب بذلك، فقد تغير حال الطقس. لنخرج معا، وأنا أريد رؤية جولسوم. دعينا لا نذهب. تطلبين الإذن بالذهاب ثم تقولين دعينا لا نذهب؟ لأني أشعر بالسوء. مرت أشهر وأنت متشائمة ومستاءة، ألم ينفعك الدواء الذي أعطاك إياه الطبيب مايكل؟ ينفعني يا أمي، ينفعني. هذا افتراء، أيا كان من قال هذا فهو افتراء. لو لم أسمع ذلك الكلام منك لما كنت تفاجأت. أم أنك نسيت؟ نحن طلاب مدرسة وليس لدينا عمل، لا مع طلاب الزوايا ولا حتى مع كرامات شيوخهم. نحن أرباب العلم، فلتنسى ما طلبت. نحن نهتم لطلب الإدارة فقط. الإدارة قانون أم ماذا؟ لماذا تضغط علي يا يونس؟ ماذا تريد مني؟ هل تطلب مني ألا أنظر إلى ذنبه وأتناساه؟ لقد قلنا الأمر الذي يأتي من قونيا سوف ينفذ، لا مفر لنا أمام الإدارة. هناك من يقوم بأمور الإدارة يا سيد إلياس، فما دمنا أصدقاء في نفس المدرسة فلتعلم هذا. متى كانت العدالة تطبق بحسب أقاويل أولئك المخبرين؟ من أخبرك إذن؟ قل لي من هو. انظر يا يونس، عد إلى وظيفتك ما دمت قد قبلت بها من جديد، ولو سألتني لقلت لك عد إلى قونيا. اذهب وخذ قرار تعيينك. ما زلت أذكر، جاء شيخي وقال يا بيرام قم بإصلاح معاولنا ومجارفنا تلك، ولم يكن هناك لا معاول ولا مجارف.
قام أخوك بضربي بالسهام مثل الخنازير. أخذنا الأمر على أنه ليس بصياد، لأجل هذا أرسل السيد يونس خلفنا، كان كأنه يشبه الشيطان. خير يا أخي قاسم. خير يا سيد بايرام. تفضل اشرب معنا العصير واسترح. فليبارك الله بك يا سيد بايرام، يجب أن أذهب إلى المجلس. عفوا أخي، لم نرى شيخنا حتى الآن في المجلس. لم يقل لي أي شيء. يتساءل الأهالي كثيرا وزوجاتهم أيضا، يقولون إن شيخنا لا يقيم المجالس. ها نحن ننتظر، لا نعلم أي وقت سيقرر، لا نستطيع فعل شيء. اسمح لي الآن. من يكون هذا الدرويش يا أخي بيرام؟ إنه مساعد شيخنا، عامله بطريقة جيدة، هل فهمت؟ طبعا يا أخي، أعرف كيف أتصرف معه. هكذا علمك أخوك الخائن؟ لا تكن جيدا ولا سيئا، كيف تتصرف معي الآن؟ هكذا تصرف. سمع المطاع. بسيط مما أراه بعيني. أنا أرى بعيني نصف العمياء القليل من الحقائق. ماذا أقدم لك سيدي؟ أريد أن أسألك شيئاً يا أبي. ماذا خير يا ابنتي؟ اسألي لنرى. الدراويش ألا يتزوجون؟ أصبح لدي الآن فضول من سبب هذا السؤال يا ابنتي. ماذا لو أحب درويش ما فتاة ما، أو إذا أحبته تلك الفتاة؟ إن نصف النالهان وحتى كل من في السوق هم من درويش الشيخ تبتوك يا ابنتي، مأكول ألا يتزوجوا؟ ليسوا مثل رهبان الكاثوليك. إذن ماذا يحدث إذا تزوجت فتاة من درويش؟ إذا أحب بعضهما بعضاً تصبح الحياة جميلة والأكس صحيح. دعك من هذا يا ابنتي، قولي لي من تقصدين بهذا السؤال؟ أبي، علي الذهاب الآن لرؤية أختي. ألم تقل هي أنها ستأتي؟ لا، لن تأتي، يجب أن أذهب إليها الآن يا أبي. لقد فهمت من هي تلك المقصودة. بكي لي أن أعرف من هو المقصود.
لقد ذهبت وأرسلت أمرك للسيد مسعود. هذا ليس أمرا بل رجاء. هل يضرب الحديد بالأمر؟ إيه، أليس لديك معلومات أخرى لنا يا بني؟ رأيت مسؤول الأرزاق رمزي يا شيخي، وفهمت مسألة الحساب بشكل خاطئ. قال إذا لم يشرح لك بشكل واضح فإنه لن يرتاح على الإطلاق، يريد أن يأتي إليك عند المساء. فلينتظر مني خبر، لأن هناك من ننتظره هذا المساء.